يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدفع شهادة أو شهادات مزورة للحصول على وظيفة أو متابعة دراسة؟ وهل تراعى في ذلك حالة الحاجة والضرورة؟ لا يجوز الكذب أبدا، لا يجوز يقدم شهادات مزورة أو تزكيات مزورة لأجل العمل أو لأجل العمل على الوظيفة، الحصول على الوظيفة، هذا كذب. المسلم لا يتعمد الكذب، يطلب الرزق بغير هذه الطريقة، يطلب الرزق بغير هذه الطريقة وهذه الحيلة الباطلة. نعم.